أغلب المؤمنين لما يخلص الصلاة ملتزم بتسبيح الزهراء عليه السلام، مهم تسبيح الزهراء، لكن سجدة الشكر أيضا مهمة، ربما كثير من الناس ما يسويها، خلاص هو يجيب تسبيح الزهراء ويروح ينصرف، ما يسويها لأنه ما يدري سجدة الشكر شنو فيها أجر عظيم عند الله عز وجل. خلي أقرأ لكم هالرواية، أستبعد بعد واحد يسمع هالرواية يخلص صلاته وما يجيب سجدة الشكر. الرواية في مضمونها تقول: إذا فرغ الإنسان من صلاته وسجد لله شكرا، شي يقول ثلاث مرات بالسجود شكرا لله شكرا لله شكرا لله، قال الله لملائكته: ملائكتي إن عبدي أدى ما وجب عليه من الصلاة، فلما فرغ من صلاته سجد شكرا لي، فماذا له؟ يعني شنو أعطي؟ فتقول الملائكة: يا ربنا رحمتك، هذا يستحق الرحمة. فيقول الله عز وجل: ملائكتي ماذا له؟ هذا يستحق أكثر من الرحمة. فتقول الملائكة: يا ربنا جنتك. فيقول الله: ملائكتي ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربنا كفاية مهمة، يعني كل أمور تسهلها. فيقول الله: ملائكتي ماذا له؟ يستحق أكثر. فلا يبقى شيء من الخير إلا وتقوله الملائكة. فيقول الله عز وجل: ملائكتي ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربنا لا علم لنا بذلك، كل شيء قلنا، ومع هذا تريد تعطي أكثر. اسمع العبارة لما واحد يسمعها فعلا يهتز. فيقول الله عز وجل: أشكر له كما شكرني وأريه رحمتي العظيمة في يوم القيامة. أشكر له كما شكرني الله عز وجل، الخالق البارئ المصور، وأنا العبد الفقير الذليل الضعيف. الله عز وجل يقول: أشكر له كما شكرني وأريه رحمتي العظيمة في يوم القيامة. هي هذه سجدة الشكر، يسجد الإنسان ثلاث مرات يقول شكرا لله. الأفضل أنه الإنسان يلصق نفسه بالأرض، يخلي صدره على الأرض والذراعين هم يخليهم بالأرض، مستحب مو لازم، في سجدة الشكر مستحب للإنسان أنه يلصق صدره ويلصق ذراعيه بالأرض، ومستحب بدال السجدة يخليها سجدتين، أول شيء يسجد ثلاث مرات يقول شكرا لله، بعدين يخلي خده اليمين على التربة، بعدين يخلي خده الأيسر، بعدين يرجع يسجد مرة ثانية، هم ثلاث مرات يقول شكرا لله شكرا لله شكرا لله. هناك ذكر مهم يقوله الإنسان في سجدة الشكر، إذا واحد عنده حاجة ملحة، عنده قضية ما قاعد تنحل، الرواية تقول في سجدة الشكر خلي الإنسان يقول ثلاث مرات: يا الله يا رباه يا سيده، كررها ثلاث مرات: يا الله يا رباه يا سيده، يا الله يا رباه يا سيده. فإذا قالها في سجدة الشكر ثلاثا جاءه النداء من الله عز وجل: لبيك عبدي ما حاجتك، يعطيه اللي يريده. هذا من الأذكار المستحبة في هذه السجدة، وكان إمامنا زين العابدين ملتزما بسجدة الشكر بعد الفراغ من كل صلاة.